تصرف ازاي؟ هتصرف ازاي؟ ما تترعبوش ما تترعبوش، احنا نمل محترف. اهدوا شوية، هنلف حوالين الورقة. حوالين الورقة؟ ما يتهيأليش ان احنا هنقدر. ده كلام فارغ، تيجي ايدي جنب زلزال 92. كده صح، كده صح. كويس، انتم هايلين، برافو عليكم. تمام، بصوا لعينيا، ما تبصوش لبعيد، وادي الطابور رجع ثاني. شكرا شكرا يا استاذ زارع، شكرا. برافو عليكم كلكم. اوه، بعد اللخبطه دي يا استاذ زارع، يا ترى نبلغ الملكه؟ مالوش لزوم نزعج الملكه، كفايه اللي هي فيه دي، بتمرن بنتها. ايوه، الاميره عاطف، الله يكون في عونها. موسم الريح خلص، زمانهم جايين. خليكي واثقه في نفسك، كله هيبقى عاد. في شجوه في الطابور، في شجوه في الطابور، هنتصرف ازاي؟ ولا يهمك يا سمو الاميره، بتحصل، ما خسرناش غير كام سنتي بس كده. طيب يا سمو الأميرة، ما أقدرش أعد وانت بترفرفي كده. طبعا أسفة، كمل. يا شباب، ضللوا على حد تاني شوي. هيا في الموقف ده بنتصرف ازاي؟ ما تقولي ليش، أنا عارفة نعمل ايه. بنهدى فحد تعدل، كل سنة بيحصل كده، يجوا بياكلوا بيمشوا، هو ده دورنا في الحياة، هو صاحب دور أرضي، بس هي دي حياتنا. مش برضه صحية منا، يرجعوا عليكي منا صغنونة. وانت عملها ماشي يومك، استنوني بقى. دوت أفندم يا ماما، قلت لك إيه عن محاولات الطيران؟ مش قبل ما جناحاتي تكبر. صح، بس يا ماما. توت، انت نملة ملكية صغيرة وجناحاتك لسه ضعيفة. انا كنت بكلم ماما، انت لسه ما بقيتيش الملكة يا هاني. عيب يا دوت، كلمي اختك كويس. دي مش غلطتي، ان عصابها تلفانة. انا عارفة دايما حاسة ان الدنيا بتتطربق. الأميرة!